السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واغفر لنا، وآتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا ربي تشفي اليوم ويمشي، يا ربي يا ربي تشفيها وتشفي جميع المسلمين كف أجمعين يا أرحم الراحمين. يا ربي تبعد عليك حل الراس وشعب الراس، يا ربي يا ربي تيسر لي في خدمتي وتنجحني يا أرحم الراحمين. يا رب يا رب تشوب عليا وعلى جميع المسلمين. الله يرحمك أبا، ديما مبشور الزين والرجولة. كان قاعد الدرب كيغار منك، اللي كنتي كتوقف في المقاطعة بحال السبع، كل شيء كيحلف بتسميتك الوالي. الله يرحمك أبا ويجدد عليك الرحمة يا ربي. آمين. عاوتاني امي الرفيسه الرفيسه الرفيسه، واش هذا الفيسه يا وليدي؟ باش تعمرك عليك والنهار وما طال وانت واقف. كل وليدي كل، وعاد زدتك اتاي حتى هو يا سيدي فيه الزعتر والشيح باش تهضم دغيا. واش امي انا واش غادي نمشي نخدم ولا غنمشي نتفرقع؟ وغادي نعطيك شويه ديال الزهر باش ما تبقى فيك الريحه. شوف امي انا مزوفك، الحاجه الوحيده اللي كتعجبني فيكم هذوك الدعوات المطروزين. سربيلي بشي دعوات امي، سربيلي. اش نقول لك اوليدي؟ سير اوليدي الله يخلص سيرفيسك على خير. امين. الله يديك في النجا ويجيبك في النجا. امين امي. بغيتك يا حبيبي ان شاء الله ينقي لك ربي طريقك. امين. بغيت لك يا وليدي ان شاء الله ديما تكون الفوق الفوق. امين امين امي. يا ربي امين. الا شتي طلعتيها الفوق غادي تريبي عندنا الكوميساريه. خليها غا هنا امي. شتي غنطلع الفوق الفوق امي. يخوي لك حتى بعدا. بسم الله. الحاجه الوحيده اللي كتقني هي الفيسه وكيكا. بصحتك يا وليدي انا. ما خاصك والو امي. الله يغلبك وليدي على العدو. امين امي. شوف وليدي حضي داك الفردي اللي سرقوه لك ولاد الحرام. الله يحفظك يا وليدي. الله يعاونك. صباح الخير السي فريد. صباح الخير امي منى. اكي صبحت
لا خير العزيزه. لا الحمد لله شويه بخير. انت كي دايره؟ اللهم لك الحمد. ايوا الله يخرج تربيتك على خير. سير الله يسخر لي. يلا بنتي. ايوا ايوا تربي. صباح الشفا. صباح الخير. صباح الخير اولي. صباح الخير. الله يخليك. صباح الخير. عمل جديد. سير الله يسهل عليك. امين. سير الله يستر عليك. امين. سير الله يخليك ديما الفوق الفوق. امين. سير الله يعطيك شي خبزه ماك. في بركه الخبز ولا كلاط الشوكولاط السامبيا لونغوست. احتراماتي الشاف. وما كان مالك شي؟ تاش مابقاش كعجبك الخدمه؟ ما بقيتي كدي خبار جيب خبار. مالك؟ كلشي هاني نعمس. واحد داير داك الكار اش كي وليتي؟ واخا مبروك راه خرج لك الابن بالزواج. غديري لنا شي حفله مؤتمر ان شاء الله. بالنسبه للبوست ديالك تبقاي ولا تبدل؟ انا اللي بديت، انا اللي غنكمل من جديد. بلي كيوجدوا لشي عمليه، سمعتهم كيهضروا مع الشيف ديالهم في التليفون، كيهضروا على شي باراج. حتى اللي عندك طوموبيل واشوف كلاكسو اللي ضربو تحت السبيطار. واش شفنا على كاع السبيطار كلاكسونات على هذيك اللي ما ماركات ستوب ديالها. هذيك انت اش بينك وبين هذيك؟ عاد ناخذ الوريقات. ناخذ الوريقات نشوفو كي داير انت. ما نكذبش عليك اشوف. نسيتهم. نسيتيهم يا صاحبي. دابا الطور اللي خصنا ندوها للفوريا وغتخلص 700 ديال الغرامه. كي انت الحبس. قلب قلب جيوبك مزيان. شوف شوف لي بتي بوش وقلب شويه. قلب راه تقدر تلقى شي وريقات تما. الراجل ما عندكش الوريقات وما ديال الصنطه دوز بالله. يلاه سير الله يعاونك. ها انا ها الخبز. سي ابراهيم السلام عليكم. عطيني واحد جوج بيضات و 50 غرام ديال الزبده. هادشي ما كافيش. خلصوني في القديم كله. ما تبقايش تجي عندي تتجيب لي فلوس. وما هادشي اللي عطيتك شنو؟ وهذا الشيء اللي كنسالكم. ياك سي ابراهيم ياك؟ وبنادم ما عنده وجه ما كيحشمش. كمال علاش حشم؟ ما كايناش. قولي لولدك يجي يخلص لي عليه. عرفتي المخالفه ديالك شنو هي؟ والله شي جماعه. ما ترى ما بقاش عندك انت تريبورتور هذا، هذا راه ولا عندك رموق خاصينو غير بلايك. فين غادي بهاد كلها سوا الطواب ولا تقشقش؟ دير لك الحاج الهواري. شنو؟ الهواري. الهواري. وهاد الهواري علاش غادي يجوج بنتو ولا ولدو؟ بنتو. بنتو بنتو غتجوج غتمشي دير الويكاند في تركيا وانت غنهزو لك هاد الموطور نحطو لك في غوريان ولا لاكاس. الله يرحم الوالدين عند وليدات. عند وليدات. وولدو غنتو انا خلينا نشرفو في هاد الرومب. والله ما عندي. لا راه عندك. تبان واحد الراجل معوري انت عندك كل الخير انت اما كتبغيش تبين. اجي حدايا.
شوف هادشي. انت زماري وبدلو عنا الديسك. شتيلا شوها سينا لله حطينا في القرنصه باش قيتي على خاطرك حشا عرفتي علاش وقفتك؟ يمكن حيت ما دايراش الصمت. واش عمر حتى واحد ما قال لك انت راك واحد توته ما كاينش بحالك؟ والحمد لله اللي ما دارش هاد الصمت باش نسمع هاد الكلام الزوين على الصباح. حيت انت كون درتي الصمت غادي نهز لك الطوموبيل غندير لك الفوريان يعني. اردك الوريقات وعاد كنتي كضحك معايا ما فهمتش زعما زيفتي علياش من وراق وراق ديال الجواج من جوجاج سبحان الله ليل سنة باقي ما عطيتش ديال الحنة وما عنديش با راك بوليسي زعما شنو دابا كتحرش بيا لا حاشا باش نتحرش بك باش انا كنضحك معاك من الصباح وانا نسامحو كاع ونسيفطوك ما نديوش الطوموبيل الفوريان اجي قول لي التوت دابا بغيت شي واحد فين يلقاك دوز عندي الخدمة بالحق مور 12 الليل انا نجي اختي باش خدامة 12 الليل شنو غادي نكرفس عليك سول على كباري سونيا كباري واش كاين الطبة كباري كاين شي مشكل؟ لا حيت ما عمرك جيتي عندي للخدمه وصافي نشوفك باش قلت خرجتنا لوتوريزاسيون الجواج سي فري صافي بلا ما نطول عليك نخليك تخدم عيط لي نتسالي جدا واش ضروري ديما خصني نبقى نجي باش ندوز هاد البيرمي وشوف معايا شي حل رانا مسافرة نشوفو زكية بنتي الحداقة والتباتة والحصانة وعينيها ما كتهزهمش في بنادم نبينا تبارك الله الله يسهل عليها
يا ربي امينه لا خير ويجيب ليها ربي شي نقره فين يغبر نحاسها. لا بيجي باقيه صغيره الله يسهل عليها الله يجيب غير الصحه والسلامه والعافيه. الله يرضي عليك يا بنيتي الله يحفظك. بارك الله بارك الله. الله يسلمك الله يسلمك. الله مشيت لقيت الثلاث جميع الكيلو نجيبوا لك. سيدي عاوني السي فريد وينين؟ سيدي على سلامة السي فريد. عبدي راه معذبك من بيت زيدك عشان لا حاجة لا ويلي ما بيناتناش حيلا كنشقد دارنا. بيبيا يا اليوم غادي نتعشاو بها ياك بلي عندكم الضيار. لا لا كاين غير انا ولدي الحق مرحبا بك انت وبنتك معنا في العشاء. بارك الله فيك اللهم يمشي. لا 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 فين غادي نجيب لها شي محشومه. هيا واحد 100 درهم تشري خدي باش شويه ديال داك الشيء كاو كاو زريعه وداك الشيء. لا ما بيناتناش. لا خدي خدي شدي من عندو شدي خدي الهدية باك ترد شي خدي. الله يعطيك صحتك. امين. سير انا بغيت لك الستر. امين. علينا. امين امين. الله يجعلك ديما الفوق الفوق. امين. سير انا بغيت لك خبزه. لا 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 صافي تا الخبز لا شوف. سير وليدي تخصي. تبارك الله عليك. الله الله. الله زيده. الله يلاه. بيبي يعلم الزيناتها. الله يرضي عليك بنيتي الله يحفظك. واخا. يلا خليناكم على خير. خلينا نشوفوا حبيبي. قول امي. لا ولدي غير كل انا ما عنديش اللي يدوز. مالك عاوتاني؟ واش هادشي كله عليك زكية؟ هادي وحدة وكاينة وحدة أخرى. شنو هاد وحدة أخرى عاوتاني؟ ياك ما هضر معاك شي حد، ياك ما بسل عليك، راه والله العظيم تنهزو ندير ليه الفلاقة. يا ودي بلا حلوف، ما كاينش نوصلو حتى لهاد المصل. هو هذاك السي إبراهيم والحانوت راه حشمني قدام الناس. إيه حشمني وضحك فيا الناس وقال عليا سلام قدام إيديا. قالك ما وقعتني حتى شي حاجه الا ما خلصنا في القديم. صافي صافي وصافي دابا نخلصوا على اللي في الجديد والقديم وخذي اللي بغيتي. وحتى نخلصوا قلبو بخير. يا وليدي على الله راه وجهي وجهك هذا. ماكولا طريفه. وحتى تاكل تاكل. قولي صافي. بسم الله الله يعطيك الخير. ما تنتي ما كترضايش. فين غادي؟ والو ماشي غادي نمشي اليوم عندي الخدمه بزاف عندي البيرمانونس وبدا عندي الدوبلاج والتمارة في البوليس. من طيب ناد بيبيا. صافي خلي لي حقي خلصني لي حقي تنجي وانت غتاكلي البيبيا كامله. الله يرضي عليك اولي. عشرة هادي ما غاديش تمشي للخدمة؟ لا سير أمي سير أنا دخلت طلب جر من الخدمة نييت. وسي إبراهيم والحانوت خلصتيه؟ خلصته أمي. سير أمي تاخدي ما عندوش حاجة سيري سير أمي سير. أوليدي غير سير أنت أنا ما عنديش لوجه باقي باش نشوف. سير عنده سير عنده. واخا أمي. قول يعطيك شي باريزيان كوا نرطب. مرحبا الوليد. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. لالا خير مس الخير. مس الخير. يا لطيف ياك لاباس اش هادشي؟ كريساوني. يا ولي شكون دار فيك هاد الحالة؟ ما شفتهمش. يا لطيف. العار. المدولية مع ولدي. ولا شو بغيتي ولدي اش بغيتي؟ ولدي وقف معايا. وانا غادي نقولها ليه. ولكن اسمح لي يا سي إبراهيم حتى انت راك مخبيزتك وما كتحشمش. سمحي لي داكشي اللي درت لك. يا ودي المسامح كريم وافي ما كيحافي الله يهديك. ها انت اش بغيتي؟ الحانوت قدامك خذي اللي بغيتي.
الله يخلف عليك. أرى لي واحد نص كيلو ديال الزبده بلديه هي، واعطيني واحد قرعه ديال زيت العود، واعطيني زيت الروميه. اسيدي احنا القبيل احنا وقتها نسى نتسنى نبقاو تسنى. هي اسمح لي وليدي، هي واحد شويه وغادي نمشي. واش يا ولدي اش اجل وين غادي طير؟ قصتك ما قالش الشاب راه دربان ما غاديش يتفرج في الماتش. بغيت يتفرج في الماتش ورنا في الماتش. احتراماتي نعمس، كاين شي جديد؟ نعمس درت المراقبه ديالي، لقيت المشتبه فيه ماشي خطير، والسلاح اللي عنده غير ديال بلاستيك، لقيته هو اللي كيتكرفس على سي ابراهيم. هاد البلاصه اللي كتهضر ليا عليها عرفتي اش غدير؟ وندوز من موراك مع ديك ستة ستونس ونمشيو للغيستور صافي. يلا بسلام. هذا الغيستورون كيجي لها نصارى معروفة وكيدير حقوق مصريين، هذا أحسن بلاصة هي هاد الخمسة هادي. سير أنا غنتكلم. مرحبا بالشاب. كلشي هانية؟ هانية الشاب هانية. شوف أنا بغيتك اليوم الساعة باش تشوف لي شي بليصة تكون فيك فين و دقيقة أو تخدم صيفطك للحبس. لا الشاب دقيقة تكون تبلع على البحر فيرونزا. ماشي ديال الكونجيلاتور، هضره من الشبكه والمقلات كتبان لك مازال كيتحرك النقا. الصحه والراحه الشاب، مرحبا بك انت ومدام. كيف الصبر ندير لكم في الصوره تبقى لكم ذكرى. الصحه والراحه الشاب. الله يوفقك. كيف كيصعبون شي مدام؟ وكتحكم ما؟ تدرك مولي هذا عرفتي شكون هو؟ هذا هو مول هذا الريستور، عندي ثلاثة ريستورات وحمام. صح نصف الخدامة ما كيخلصهمش، ولكن اللي كنحكو حتى كيعطي الريحة وباش يغاوى الدرب كامل، كل شيء كيعرفني. شكون أنا؟ أش قالوا لك هذوك المافيا؟ شكون ولي سميتي ولا شكون أنا؟ ملي كنجي في الخدام دابا يقلق على ولدي قد ما ديال المولي. أنت باش مشيتي عندهم شنو كيقولوا لك؟ قال لك فتاش يمكن لهم يدوزوا في الباراج باش يدوزوا السلعه. لا سلعه؟ قلت ما جايبين شي مانط من الشمال. والله لا دازوا. اش من مانط؟ الغبره. واش انا باغي ندوزوا هادو؟ قرطونه ولا جوج؟ كاميو كله. كاميو ديال الغبره. وداك الشيء غيطلع لهم غالي داك الشيء. ودابا تعرفي انا ما خدامش بوحدي، انا راه معايا، انا راه ايكيب، كاين الكوميسير، كاين عاد جيل البوليس، كاين عاد السلطه البيضاء، كاين جارنا. الا بغينا نجمعوا دابا الحساب ما بين عندنا 20 مليون ما يتحيدش منا السنتيم. بزاف ونقولها لهم ونشوف. نسيت ما قلتلكش انت حقك، يعني انت معنا تاخذك تكون بلاد 25 مليون خمسه ديالك. مزيانة خمسة بالمية. ما كاينش بحالك. شي واحد انسان قنوع. انسان كتبغي الخير، شبعانة. انت ما خصكش تعيشي في الأرض. انت خصك تعيشي في البحر. انت ميرنا. هاك هاد المسيودة. فكرتيني في أمي.
السلام عليكم. اش كديروا هنا فهاد الليل؟ كيفاش كدير؟ كنعلم تسوق بالليل. انا استاذ ديال السياقه وكنعلم درس لومبان. لومبان فهاد الليل. بصح هادشي اللي كيقول الاستاذ ديالك؟ هادشي اللي كاين الشيخ. علاش كنتي معنا كاع؟ تعلمات مزيان وباركت ليها. فهاد الخلا هذا واش كضحك عليا ولا شنو؟ هادشي راه في القانون راه كيتسمى الفساد السي محمد. فاشري راه حنا ولاد الدار وراه مرتي معاكم بوليسيه فهاد المدينه هادي. انسبكتور بوشر. ونزل عندي بغيتك تشوف هادشي. نزلي انت يا ماما نزلي. زيد اودي زيد وتحرك. اغسل رجلك اولدي. زيد زيد. مسابة خطيرة بزاف. الناس غتكون عندهم يد مع المافيا ديال برا. هذيك الفكرة اللي قلتيها بوسرة ديالي يكون معاهم هذاك البوليسي مزور فكرة ممتازة. ولكن انت الله يرضي عليك قال لي هو بالضبط وعارف يستحط راسه. واخا. بوسرة. سمحي لي عفاك بغيت نهضر معاك. شنو؟ عندي لك واحد الخبر ولكن ما عرفتش كيفاش نقولها لك. شنو هضره اش كاين؟ خطيبك رشيد؟ مالو علاش انت كتعرفو؟ تعرفت عليه البارح في الليل. زيد معايا زيد. كندوز غير شي سوايع لواحد البنت وجابوني لهنا. سوايع في جوج الليل؟ لا ماشي جوج. واش نهار الشيء اللي كدير ماشي قانوني. من حبيبي مقلق. يخليني ساكت احسن. انا عاودي لي تيقي فيا انا ننصحك. اي كنت انا واحد السيد مخطوبين وكل شيء وشدوا البارح مع واحد البنت بالليل. طيب خبرنا هذيك سمعت نبكو بسرير. قال لك تلاقى مع شي تحرش جنسي ولا ما عرفتش دريه قاصر عنده 50 ديال الحبس المهم يتفكوا معاه. ماشي حتى شي دريه والله ما توصلك في صبعك الصغار ظفرك ما توصلكش ولكن سيف ما يدير بحالك ولقاك مدمد محل فمك. خلي عينيك وشوف راه كاين الرجال. بدلني بدلني وجيت تنحطي. اي 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 كي خلى الوالد الله يرحمه قال لك شحال من مرا خاصها راجل وشحال من راجل خاصو مرا. نوضي نوضي نمشيو لشي بليس اخر في هذاك الشيء ديال الفراق وفي هذاك الشيء ديال الرومانسيه. تما غادي تنسي هذا ماشي نسعي. الحياه راه ما تتوقفش هنا. الحياه تستمر. الحياه تستمر. حبيبي انت روحي انت لا حدي قبلك ولا بعدك الليل نهاري من جداري دندن خدمة ما خصهاش تبقى خدامة فيها. دي خدمة ديال البار والدير والشرابات وداكشي ماشي ديالك. أنا كنحق منيش غنخدم معاك. كاين ما ديري كاين لي دوموند لي دوموند شركة ديال كونفيكسيون تجي كيبغيو دريات بحالك ولا لا كيقبلوا بحالك بالله. سيتي بنتي كنتي ظريفة وكتجي في الوقت شايحتي وكاع تصيبي الصديفات وتكفي السراول فيها لاميتويال فيها التقاعد فيها المرض فهمتيني مضمونة بحال أخرى بحال كتفلاي. قال لي مولد واحد الويمه راسي قالت الوالده مسكينه ضروري خصني نديك نعرفك بها. فريد بان لي بحال كتضرب شويه. لا لا انا راه ضربت رصقات هادشي اللي مصين عليه الوالد. قال لك ادخلوا البيوت من ابوابها نرود عائله. انا باغي الحلال كنموت على الجو ديال الغابه. حاسه حاجه وحده اللي ناقصاني انا وياك دابا قدامنا شكون كلشي كون قلت منه ضرب الكرعين ديال الغنم كلشي بغير يجي تما ديالها تيمشي حر. وليداتنا كيلعبوا. اجا مصطفى سعاد تلقي خوك ربيعه
ربيع وربيعة كتشبه لك قبيحة ربيع بخير أنا رومانسي كتموت على ملي كضحك هذيك الضحكة كيبان رضا الوالدين كيتمشوا ليا على رجلهم راه حاجة وحدة وصرخ نطلب الله أن وليداتي يخرجوا كيشبهوا ليك حيت إلا مشاو تطلعوا لي أنا غلب الله ما تيش ناضر حتى غتوصلي لا غلط ما غنوصلك غنخليك معنا في البوليس انت علمه انا وقلبك بارد المعلم احتراماتي نعمس كانت واحد مدابزة بين جوج عيالات ولكن دخلت وفكيتها هاد العيالة تريكا كحل نعمس تشرفك بالعيالات العيالات رومان نوارة ديال الدنيا صاحبي ولكن تاني تسبس مش بينك وبين الرومانسية والحب انا كنحب المخزن نعمس اسمع داك البارد برتك لو تخدي ما غتبقى تاكل منا الشهد ولكن راه مليون بنتك تعزم الصباط وتكون معايا راجل معاكم نعمس ديال داك الشيء وحيد لك الكارو لك الكارو غتموت صاحبي قول لي نعم سيدي غادي نخدم معاه ولكن ما عرفتش فاش انت خلي المسائل غاديه بحال العاده رحنا مراقبينه اذا اقتضى الحال عاونو كاع واخا نعمس تفضل تقعد شويه السيد اسمع تقعد شويه واش البوليسي كينعز عيد علينا داك الكارو عيد الكارو شوف الا ما لقيتش مين يدار بديت تقيد غير النوامر ديال الطنوبيل اللي كيدوزو فيق معانا صاحبي شنو اللي دير معاك خالف ورشه الطنوبيل سير سير عيسى طلب الخرى الخرى السلام عليكم هما دول اللي مرايا هما طرفنا وفلوسي بسم الله حلو شحال اخويا انت جوع اخويا شتو التومه ماشي بلا ما نحسب لا حسبهم نيت انا شبه انا شغل على الناس ضروري جا كيف غادي بهذا الشيء؟ مارينا مارينا؟ خلاص تحرك يلا خلاص يلا يلا عيسى يلا 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 فحك يلا تحرك تحرك عندك الدوخ
يا سيد داش معكم من الاول. يلا سيد يلا يلا يلا. يلا عيسام شوف حالك، طلق رجليك يا صاحبي، طلق رجليك. الهدف كيتحرك لحم طريقة رقب خمسة، تنونا نعطيكم مكان الاتحاد. اطلع يا عيسى اطلع. يلا عيسى اطلع. عيسى في هنا اطلع اطلع. وصلت هذا الصباح بواحد المكالمة من عند السيد المدير العام، كيشكركم على هذه العملية الناجحة. بشرى، أجي معايا واحد الدقيقة، أجيو معايا كلكم. السلام عليكم، شوفوا هذا الحمار اش غاشيلنا في هذا البيرمي هذا. نجي أنا بدا 200 درهم. تجي تصور. يلا يلا قلبنا لك، يلا سير 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 سير. سلتي انت وليت لك تقول كلكم كديروا بحال بقى غير لا ما توقفوا سهل الله مره يقصر كورهم شو ما كتشوفوا هاد السيد اش كيدير منتحل هاد الصيفة وكيضل يبتز في عباد الله. هاو تعيد كرمع رفع شوية الصوت باش نسمع. الو الو حبيب ديالي قطيطة ديالي مياو. وي قولي شنو بغيتي حيت ماشي بوحدي. انا بغيت غير نقول لك راه الكلابسار ديال البراج راه داير 16 على 10 وبغيت نشوفك. مزيان انا بغيت نشوفك فين وقتاش؟ وقتاش ما بغيتي ندير مع الخمسة البلاصة فين كنتلاقاو ديما. صافي مزيان انا غنجي تنموت على كازتي ديالي. ما عرفتش اش كضحكوا علاش كندير خدمتي. ايوا سيدي تقدر الضحك اللي عنده شي خدمة يمشي يقضيها الله يعاونكم. يلا سيدي يلا يلا بشرى فكي باغي نهضر معاك. داكشي اللي درتي مع الخطيب ديالك راه ماشي معقول وماشي قانوني، كان من المنتظر نعاقبك، ولكن نظرا لهاد المهمة اللي راه قايمة بها تبارك الله عليك غادي نعطيك انذار وصافي. اسمح لي سيد العميد. ماشي
مازال ابو شرب باغي نهضر مع بنتي. واش ما كتفكريش في الصلح نهائيا؟ الحمد لله مازال ما درنا في الطاجين ما يتحرق. حبيبها انا، حبيبها انا بعدك، وربما جئت قبلك وربما كنت بعدك. حبيبها حبيبها. سيدي ولدي. امي ما كاين باس. لا وليدي. اش 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 زيدي يا ولدي. زيدي دخلي زيدي دخلي. شنو خاصك شي فلوس؟ لا وليدي لا. وليدي ما خصني فلوس. شوف انت اش خاصك. اش خاصني امي اش خاصني؟ باقي ما عطاك الله شي جوج بزاكية وتعمروا عليا الدار. امي ندير واحد القضية غنوريك هذه الألف مرة. هذيك الزكية راه ما طلعتش لولدك. راه واخا نبغي ندير لك انت الخاطر راه ما يمكنش. حيت المرة اللي غنبغيو نتزوجوا غيخرجوا يديروا على لونكيت، وملي غيديروا هاد لونكيت هادو ولقاو داك البوب زناز وخوت في الحبس وخرجوني انا من الخدمة، شنو ندير؟ نمشي نقصص مع باه الكيف؟ نسيها شنو يعنيك؟ باه بزناز ويتخلص الخطيه؟ كما كنتي دافين غادي بهاد التفركيسة. أنا لالا غادي نمشي نجيب لك أحسن تيتيز ملي غتكون العروسة ديال ولدك. واضح كي ليا شوية وحاتكم بحال زكية. لا لا الشيطان ما تكون أحسن من زكية. قولي غير يا ربي تقبل بيا وصافي. الله يسخر لك أولادي اللي تشوف. مي باخو الخير دابا خويا راه فرح. قولي قولي لي بابا جدو بابا جدو ولادي. واش واش بصح لي تبا هو كنت حشمت. شوف غير الصورة تجاوبك. يا بصي يلا يلا زيد نبخرني. انت كتوحمي عليا. زيد زيد نبخرني. تنقابلنا سير امي زيد. حاشا حبيبي بسم الله عليك. قتلونا امي انت قتلوني انت. يا وليدي يا عمي. اي وليدي اي راسي حرحق والعين كتلحق عليا. الله ياخذ فيهم الحق يا وليدي. دور امي امشي للزربة الزربة. هاني عزري حيت ما تبعاني عين. انت وليدي اللي مريض. لا وليدي بخير حبيبي سير اجي 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 يا لطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله. ما كتعطلتي جيتي في الطوبيس كنت نجيب لك شي شكينات لان انت عز لك الحلاوه باش بغيتي تفكريني في كل ليله تاكلي وحياتك تفكري في فريد. وغادي غيعطيو لنا في العرس ندربوا راسنا من دابا ما حنا باقيين. لا شكرا. انا غادي نجيك من الاخر. ديك الخدمه اللي كتخدمي خصك تحيدها. مبارا درتي الفلوس درتي شي بتي بروجي ولا شي حاجه وخدمي في الحلال. مش محل ديال جابيل وغريزيل وداكشي ديال الشفاف وبيعي مع الناس وعقلك تدخلي المسائل الحلال. والله ما خرات نديك دابا نعرفك بامي. انا بغيت ناخذك حق الله الا باغي نولد معاك الولاد. بغيت انا وياك نديرو شي عرس ما بغيتش غير الدربي يسمعها ولا بغيت المدينه كلها تسمعها. فريد وبيبيش في العماريه. كاين الفلوس انت النهار غنتزوجوا ان شاء الله اختار هيك فين ما بغيتي نديك في شهر العسل. يا لبنان يا اليونان يا افغانستان فين ما بغيتي يا برلين يا فرنسا انت امري وانا نخلص ونولدوا الولاد. بزاف انا بغيت امي مسكينه ما حتى باقي هي غادي هي وبلادي. وتقول لهم نكوخا مومو نكوخا نيني. انتم زعما الناس الامن غير اجي وتشوف واش راه خصك لا عادي انا عندنا واحد الكوميسار صاحبي ماشي مشكل. لو كان باغي نتزوج عجباني هاد البنت وبغيت سيني ليا ما كنت ولاش انا كاع بغيت انا الترخيص. انا نعرف عليك كلشي طافيش انا البوليس. انا كنعرفك مزيان وتزعطتي فيا وتبليتي. انا بنتك بالكسوه وليتي بحال المدمن على الكساوي. شنو غندير معاك حبيبي واحد القضيه ولا شي نهار سمعت شي كونكور ديال داك ديال رجال الشرطه ديال العريس غنقولها لك. انا ما خرجني ندوزي البوليس.
ديري اوفيسي انا بغيت نزال كل مره نشوفك نقرض فيك ولا ما لجحتيش وسقطتي من نجي من الخدمه نعطيك لك سوال لبسيها وزدي الفردي بديت تلعبي بيه هو المنوت كتفيني انا بغيت بقيت تبهد ليني في الطعام انا بغيت تكتفي لي يد مع رجل انا بغيت نضحك انا بغيت نعرف القطيطه ديالي نحس براسي حباس وانت هي اللي معتقلاني انا راه بوليسيه بصح لا لا صافي لا صدق البوليس وملي تي بوليسيه ديال بصح وكبيده ديالي بين ليا جبتي الفردي جبتي المنوت فهمتي ضحكينا صوري معايا بوليسيه بصح ديري لي المنوت كتفيني جيرثما هوريوك ازرس كتلو كلبو وبك منا يا كلاباس شو يعني جاية السلام عليكم وعليك السلام هذه دار فريد ايه هي هذه عندنا امر بالتشيش علاش تشيش سيدي سمحي لنا كيفاش اسمح رانا غير بوحدي فريد راه مشى للخدمه وجيت اش كتقرا انت يا راجل يا وليدي وقروا راه حتى هو بوليسي بحالك ويلي 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 دخلتي ليه البيت وشوف راه حتى هو عند الفردي يا وليدي ويلي صفرت الله راه حتى هو عند الفردي ولا الشيطانشي بدر الله يهديكم واش بغيتو نديرو صباعي في ودني ونخوت نلم عليكم الناس راسكم راه لهاش انت منشر عاودني منكم شي مشكل؟ لا الدنيا يا شيخ كاين شي ما نقضيو؟ شكون هو الحمار هذا اللي كان كيغوت امي يا امي؟ هذا واحد البوليسي مزور جبناه
بوليسي مزور هذا ما يكون ألحن في صاحب دوتنا. جيبوا جيبوا الضحك. هي الأولى. نجي معها شي حاجة أخرى؟ جيب مسكة معك. واخا. قاعد قاعد هذاك المزور زيد شو غادي ليا شويه ديك تبرع مع راسك زيد واش غادي يوصلوا عليا يوصلوا عليا واش زيد شنو غادي يوصلوا عليك زيد ردت الوزير كتنفع وذو حبس الحقوق الإنسان الله على عظم الله وأنا في كتنفع ردت الوالدين خطرنا يا مولاي شي ما لدي الشيبة حلو المخصوص حلو حلو أتانو أوي مع البوك ما صح شو مصدع رك الفرد الله ما كنتيش عارفه بلي ولدك بوليسي مزور مهمتي انا حاجه وحده ديك كنت نعرف وانا مخزن ما معي لعب مالك معلمتي على الهضره اللي كتقولي فيها دابا ما يريد لو جات اش غادي نعمل ولدي مسيكي يريد كل واحد منكم أن يكون في المستقبل لاعب كرة القدم جيد قاضية قاضية نعم بلي بوليسي صمت لا نقول بوليسي ماذا نقول شرطي جيد إذا ماذا نقول فريد شرطي يلا قف إلى السبورة اكتبها عشيتي مات بخل عنده 10 سنين بخلنا لحنين ولا رحيم عريت على كتافي وخرجت كنخدم كان بيع الخبز في باب الدرب عمرني ما فتو كانوا الناس حاقرين علينا وكيت الدولية على ولد زي كيقولوا لي غير ولد الخبازة واش تيوا بغيتي تحشمي جيتي عاوتاني واش هضرت معاك من مرات بريتي ما بقاش تحط لي هادشي ديالك هنايا اسمع عليا انت نهار حن علينا الله وقال لي راه قبل في البوليس ما قدتنا فرحه
غادي يتهز ما بين الرؤوس. ولو الناس كيقدروه وكيحترموه، وشحال من عائله كانوا بغيت نسبوا معانا بعتونا بنتهم كاع. كان ظريف وكيدير معاهم الخير، شحال من واحد وقف معاه وفكهم كاع. كي كيدير يفكهم هو بوليسي مزور؟ ما عرفت، ولكن المهم هو كيفكهم. ولدي قلبه بيض والله الا بيض بحال الحليب. شنو هو المستوى الدراسي ديال ولدك؟ ولدك قاري؟ ايه ولدي قاري، وصل الشهادة. وصل الشهادة وخرجوا حيت قال لك وصل 21 عام. بقات دار 21 عام وفي الشهادة. إيه. تبارك الله، الله يبارك فيك. انت ما عمرك ما سولتي راسك كيفاش ولدك عنده غير الشهادة وخدام في البوليس؟ ولا عمل الشهادة. هذاك ولد لا خدو جارتنا راه يلاه وصل، هذاك بدا الاول وراه تبارك الله راه وصل للبرلمان. ولدي مسكين وصل الشهاده وعزيتو فيه بوليسي. هادشي شنو ندير دابا؟ غنخليك تمشي، الا احتاجيتك غنعيط لك. عرفتي ولدي والله ما عنده زهر مسكين. عرفتي هذاك النهار اللي شديته فيها اش كان واقع؟ شنو وقع؟ كنا الا لا بغى يجيب لي هذيك البنت نشوفها اللي بغى يتزوج بها. هي عطاني مسكين 20,000 ريال وقال لي هاكي شري الحلوى وصوبي الدار. قال لي راه غادي نجيب هذيك البنت اللي كان حماق عليها وكنموت عليها بغيت نتزوج بها. قال لي سميتها بشرى وقال لي بولد معها لوليدات زهرين مسكين، ولكن هي راه قدام النحس لعندك. ايه علاقاش نهار تلقى معاها ولدي وقع ليه المشكل هاد شو بخرت ليه. ياك منحوسه ياك بنيتي. بسلام عليك لالا. خلل بسلامة. في الكلاس طبعا. يلا زك تلقي راسك. رضينا بالهم رضا بينا، درنا عند راسنا وصبح عند رجلينا. الحمد لله اللي بان على حقيقته. زيد عموس كنتينا ما بقيتش زربانه. الله غير خلص. حدايا انت قرا باش يولي بوليسي، هذا راه ما قراش حتى باش يولي سيرور. قال لك بوليسي وسكتينا واش ما كتساليش. يلا البوليسي.
شنو بغيتيش تشوف فيا؟ ياك ما نوض نمشي فحالي. انا كون عرفتك جايه انت ما نخرجش. انا تنصعب جايه عندي مومي. يمكن الله يعمر لها الدار تعرفت بها. لا مشيت حتى لعند مومي تاهي. خلاتي ديك الشريفه مسكينه. دابا انت الحبس دخلتيني عليه زعما. اش باغا مازال؟ ولا جاي وقال بغا يدير الافلام ديال الميريكان تهربيني. انت ما غديرش عقلك. مالك عندك هاد الافكار مالك انت دا هربتي. غتبقى ديما ريشيرشي. ولا جاي عندي. سويم؟ قولي قلبي. داك الوارد تنبغيك تتبغيني. افلام الهندية داكشي كان كله كذوب. كنت كضحكي عليا باش تربحي عليا الكراد. اش درتي تاني؟ شكون اللي زرق لك العين؟ خدام خدام انا في واحد اشي ناس انا في واحد السويت تندير بون شقال يوم تردق الصباح باش ناكل الخبز. كيفاش سويت؟ بس انا راه عايشين الناس ناس عايشين مخيرين عايشين احسن من السيفيل تيدوزو النهار انا في الاخر كيمشيو باتو بديورهم بقى خاصهم غير لابيسين ما جابوش ليهم براين. هادشي راه سويت كاين المغيزي مسؤولين مسؤولين ومسؤولين راهم اللي كيحلوا لهم البيبان. فتي عليك واخا عاقل على داك الحبس القديم الناس هنا راه كتبيع وتشري من الحبس كيديروا لي صفار برا تيليفون ما دابا انا خليتهم شوف علاش كي فين كيخطوا باش ما غادي نعبرهم مافيا تبيع في كل شيء حشيش صاف خمرة فين هي تما ما عرفتش شنو كاين شي حاجه باقي لها كبر هادشي كله هو واقع بالحبس حنا ما في خبرناش ولا حسب ما عاودتي ليا هذاك فريد راجل مهاور وما كيعرفش اش كيدير واش تي عاوننا هو حتى حنا غادي نوقفوا معاه وغادي نطلبوا ليه ظروف التخفيف هاد الحبس بعيد بحال هكا انا بنيتي علي نسمعك سوري يا امي جيت كرب سوري ورا ظهرها الله يخدف يا امي حبيبي كوني قبضوني معك وليدي توحشتك لا ما تقوليش امي ما تقوليش بحال اسوار اسوار تاكلي مسيان يا حبيبي الدنيا كلها كحلت في عيني يا وليدي كما شاء الله بنت الناس اللي وقفت معي وجبتني لعندك كنا راه متبلفق صاحبي وليك امي انت راح نشرب امي ولك الله يعمرها ضاجتني نشوفك وليدي ما ذكرى بوليس الله يعمرها دار وقفت معي وجبتني عندك وليدي كيف بقيتي شويه؟ الحمد لله حبيبي الحمد لله صحتك يا حبيبي زيد وليدي تاكل ما حبيبي صافي هش الحمد لله يلاه وليدي تاكل باش تاكل ما حبيبي بقيت عام وراه الحرام في هذا الحبس بسم الله كرفصوني بسم الله وليدي كرفصوني ما ملفت الحبس امي ان شاء الله حبيبي الله يحفظك كل حبيبي عاوتاني امي رفيسه وفي الحبس داك يجي عندك الناس للدار امي لا وليدي بدي امك شحال شي واحد الباب حيت مابقاش تيخاف في العيالات كانوا العيالات بحالك واحد الوقت ولكن دابا كلها قولي معايا واش راكي معايا
ما كتاكليش الماكلة ديالنا. قلتي أمي يلا بغي حطو من الماكلة ديال البيدونسي وانت تحدي تقهراتنا من انت ديك الماكلة. خليت أكل بصحتك أولي تكون فديش ماكلة. واش على هادشي انا شفتو نقتلوني ولا تخلصوا عليا في غنوليهم واخا تشوفي فيا انا بحال الاخرى ما كنعرفش نذبح الدجاج انا غير كنخاف. ما خفتيش ملي كتي بوليسي مزور جيتي تال دابا راهي الا صدقات غيخفوا الحكم واش فهمتيني اش تنقول؟ سيد فريدة مجرمين عايشين في سانك أطوال فعلا هادشي بزاف. شكون اللي داير هاد البراج هذا؟ شكون اللي مكلف به؟ على حسب المعلومات الأخيرة اللي عندنا الشاف براج واحد اللي كاين هو اللي في خرجة وطرط واحد البراج الثاني منين جا؟ إيوا راه هادشي اللي خصك تعرف هادشي اللي خصكم تعرفوا كاملين وتحركوا وشوفوا منين جاي هادشي. كلمة السر فؤاد ما تنساش هذاك الشيء اللي تعرف كيف صافي كوني انا الثقة ديالي إلا عجبك هذاك أنت غادي تمشي تونس دي هذا باش نبقاو هنا والله الشاف ما عرفتش ما تصيدت تلقيت راسي وسطو. شوف من قبيله وأنت كتسخسخ فيا دابا غادي تجيني ميشيل وتقول لي شكون اللي ما قصر المافيا هذه
عارف شكون الشاب ديالهم، ما كيبانش. وما عارفش، ما عارفش، ما عارفش، شنو عارف؟ عندهم البطوات وكيتاجروا في المخدرات والأعضاء البشرية. مكشف إذا كان ممكن شقيوة وكارفة. الأخبار خير إن شاء الله. إوا سيدي سيدي دخلي. ما نقدرش نبقى معاك بزاف، جيت نقول لك على ولدك فريد. مالو؟ لا لا لا، راه تعاون مع الأمن وبسببه باش قدرنا نقبطوا على عصابة كبيرة ورخفوا عليه في الحكم. الله يسمعك خوال خير، ياك جيت على كلامي. ولدي بوليسي حر وعزيز عليه بلاده، ما كنتش نشوف شحال من عصابة حابسة عليكم من هنايا. هي بنيتي. سلام عليك. الله يسمعك بنيتي، خوال خير، الله يرضى عليك. حمدك يا ربي ونشكرك، الحمد لله، حمدك يا ربي ونشكرك. نظرا للتفاني ديالك في العمل والمجهود اللي كتبذلي، الإدارة راه قررت باش ترقيك لدرجة ضابط ممتاز، هنيئا لك. Je suis sûr que c'est un jeune avec qui... Du Bdarija Chef. Ok. Mrati mchat alia. Ou ma'af shkoun ta. Ou la gitiha. Merci khair. Vous me rendez que je te sais où ras m'mak? Eh. شحال بينك وبين فلاج؟ بيناتنا غير شي 40 عام. 40 عام. المهم اجي تهبط للسكرتارية ديالي، تقدري تحط نمرة التليفون وتاخد نمرة تكون بالسيبت ديال الفلوس. وهاد براتك كانت من هنا واحد اليوم غادي نجيبها لك إن شاء الله. إن شاء الله بس. إلا ما حرمتش. تفضل أسيدي. وسويفون. وسويفون. صباح الخير اختي تاجيلي هاتي.
منين كاين الحوت شو ناكلو عندو انا عارضك ولا ماشي تشد تشد واش على جيش تلسين باش تشد قادي الحوت بيريمي قال لك كيطيب بالزيت المحروقه ومسخ لي ولده بزناز هذاك الحمد لله انت موقع لك والو انت خايف عليك لا تسمي ولا شي حاجه باش يكون موقفش معاه والله على طلقوه من نهار شتك بغيت نسولك سؤال واحد وتجاوبيني ودخلت عليك بالله ما تكذبي عليا ولا تقلقي مني دخلت عليك بوجه الله انت باش كتعاوني وكتزيني بحالك وحنا كنكحالو نوضي نوضي خليني نمشي نقري لك شي سم على شي واحد تعرف بها الرسم عيالات ومغس الخيبوها على خاطر كي تشوفوا في الملايكة تقول بو عليكم يلا وحسن عليك الاسطورة اللي مشينا لها بسم الله كي جاتكم برومبا بينا وليت ليا قديمة شي شوية أبي عاودي صبغوها وينقد برا ما تتحشمش أمك تتكذب عليها أنت ما كاينش أنا في العافية أنت صافي وليتي كتغري من أمي أمي مرا كبيرة أشوف غادي نهبط الروما ندخلها لوطي مشيت للطوكس للركعات وأنت غادي نديك الفيان اللي هنا كاينة جبت من القنادل فيان ليالي الأنس في فيينا ري أنا تيري را 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 إيري فين أمي؟ أنا حمقالي تبعك أوليد أمي أنا ليلي تقريز عليا ومراتي احتهي